استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وسيدة وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الرمال غربي مدينة غزة، كما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. وفي رفح جنوبي القطاع استشهد صياد وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملهما قبالة ساحل المدينة، كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي نصيرات والبريج وسط قطاع غزة.